كرياتور بعده انه كمان مصمم عنده خلق كتير. وانا بحب دايما انه غير كمان مش دايما ضل على فرد اللوك، لانه الفنانة الاستعراضية لازم على طول تطلع بطلة جديدة باشياء اوريجينال، وخصوصا بالاستعراض وبالرقص وبالغنانة. طيب مادونا هلا بقدر اعرف شو هون الشباب هون شو جايين يعملوا هلا؟ حجبولي النظر. رح نغني اغنية هي عالمية، أغنية من الفولكلور الإسباني أصلا، وغنتها داليدا الله يرحمها الفنانة الراحلة داليدا العالمية لأسرة مصري وعاشت بباريس وغنت أغاني الفرنسوية الأجنبية. نعم. وغنت أغنية بيسا ميموتشو. بيسا ميموتشو أغنية عالمية وأصلا إسباني من الفولكلور الإسباني، كيف نغني الميجنة عنا نحن بلبنان. فهي بيسا ميموتشو أغنية مش لداليدا الأصل، فمن الفولكلور الإسباني. أوكي. فحبيت أني أدي تحية لأنه اليوم كمان بباريس حسب ما عرفت أنه عم يرجعوا بيعيدوا لها كل تاريخها لداليدا، بيعطوها تحية وبيرجعوا بيجمعوا لها كل الأغاني والأرشيف اللي عندها وبيرجعوا بينزلوه بالسوق، فمشان ما حدا يسبقنا بلبنان حبيت انه قدم لها تحية وغني اغنية بالفرنسي لأول مرة اني بغني بالفرنسي. نعم. فان شاء الله انا تعجبكم. فاذا بس مع فرقة جابي شيبا. نعم. جابي شيبا اللي رفقني حوالي 15 20 سنة كمان بالاستعراض، رح يرفقني هو وفرقته باغنية بس عم يموتشو. بس عم يموتشو، تفضلي سينيوريتا مادونا. Thank you.